اهلا يا مريم، انت صحية؟ طب كويس، انا جايب لك مفاجأة. ورقة طلاقك. طبعا. مبروك. اكل مرسي. انا اتعشيت بره، متشكر جدا. مبروك، تصبح على خير. طلقتها؟ طبعا طلقتها. انت عايزني اعمل ايه يعني تاني غير كده؟ انا لما رحت لنديم فخر ده لقيته جايب السي في العيلة عندنا كله، ده عارف ام الله يرحمها وعارف ابويا وعارف عيلتنا كلها. انت عامل ايه يعني؟ ده يبقى مريم كده بلح. ونديم يا حبيبي كمان بلح. طب وبعدين؟ ده احنا كده في الضياع يا معلم. في الضياع ايه؟ هو انت كنت في حته تانيه قبل كده غير انك كنت ضايع؟ المشكله فيا انا. انا اللي اختها خليت نقل. استنى انت قلت اقتل يقتل. انا هقول اقتل يعني؟ احنا منظر واحد يقتل؟ انت بتهيألك كلام. بعدين يلا عشان احنا ورانا معاك. يلا. لا انت قلت على فكره، قلت ان اختها كمان ما اعرفش فيه. يوه على اختها دي، انا قايل لك 100 مره ما تجيبليش سيره اختها يا سيدي. انا بتنرفز لما بسمع سيرتها. اركب. اختها خد امسك دي. اهلا مريم، انت صاحيه؟ طب كويس، انا جايب لك مفاجاه. ورقه طلاقك. يا مريم، وانا ما بوحشكيش كده ابدا؟ طب حتى اسالي علينا؟ ما انت خلاص كده مريم ستين. يا مريم، وانا ما بوحشكيش كده ابدا؟ طب حتى اسالي علينا؟ ما انت خلاص كده مريم ستين. خير حضرتك؟ في حاجه؟ لا 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 مفيش، شكرا. فندم لو سمحت عايز اقابل الباشمهندس. مين حضرتك؟
دكتور حازم. في معاد يا فندم؟ الحقيقة مفيش، بس حضرتك قولي له الدكتور حازم وهو هيعرف، ولو ما عرفش حضرتك قولي له جوز المدام السابق. نعم؟ حضرتك بس قولي له. طيب بعد إذنك ممكن رقم تليفونك أو البيزنس كارد حتى بتاعتك؟ أنا مش هسيب أرقام تليفونات، وهقابله ودلوقتي. طب هو مش موجود؟ لا موجود، وسألت عليه قبل ما أطلع وقالوا لي إن هو هنا. موجود ومشغول. يفضالي، أنا مش حد جاي من الشارع ولا جاي أطلب منكم خدمة، أنا أستاذ جامعة. لو سمحت ما تعليش صوتك. أعلي صوتي وأعمل اللي أنا عايزه لحد لما يطلع لي. أنا هتصل بالأمن. اعملي اللي تعمليه. مين اللي بيزعق هنا؟ إزيك يا باشمهندس؟ أهلا وسهلا يا دكتور، اتفضل. أميرة تشوكري، اتفضل. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، اتفضل. هما كلمتين يا باشمهندس. من غير ما تتعب نفسك يا دكتور. رنا بنتك ومن حقك تشوفها في أي وقت، عايز تاخدها عندك يوم يومين مية زي ما انت عايز، إنما البنت تسيب مامتها وتعيش معاك مش هيحصل. انت بقى اللي هتحدد لي جدول المواعيد اللي هقابلها فيه؟ تشرف في بيتي في أي لحظة، تخبط على الباب من غير مواعيد يا دكتور، رنا بنتي زي ما هي بنتك. موضوع يعني أصغر بكتير من الأزمة اللي معمولة دي. الأزمة اللي عملتها ملك، ولا هي ما قالتلكش على محضر التحرش اللي خلت الطالبة عندي تعملهولي عشان تسوى سمعتي؟ عموما الطالبة اعترفت بكل حاجة، ولا من حقي اعمل فضيحة. تعمل فضيحة لمين يا دكتور؟ يا ريت حضرتك تقول لها ان اللي حصل ده غلط وما يصحش. انا في النهاية بقى برضو ابو بنتها، وسمعة بنتها من سمعتي. اسمعني كويس يا دكتور، المشاكل الكبيرة تظهر عشان خاطر رنا. اهم حاجة في الحكاية البنت، مش كده ولا ايه؟ يا سيدي اعتبر ان ربنا اداها ابين مش اب واحد. يشرفني ويسعدني تنورني في بيتي قريب ونتكلم في كل حاجه، كمان رنا تكون رجعت وخفت باذن الله. رجعت منين؟ انا ما قلتلكش. يعني انت متاكد ان رشا ما رجعتلهمش بعد ما هربت من المستشفى؟ بصراحه يا باشا انا ما اعرفش حاجه عن موضوع المستشفى ده خالص، بس انا اتقص لحد ما عرفت ان ريتشارد اللي بيحمي الواد اللي كانت مستخبيه عنده يعرف حد من الجاردات تبعي، وانا قعدت معاه وعملت معاه قعده صلح ورسيت منه على كل العباره. هي هربت فعلا ومش عارفين مكانها، والانح من كده يا باشا ان الواد اللي كانت عنده ده بيلعب في البودره، علشان كده نقل مكانه اول ما احنا وصلنا لطريق. بس انا زي ما قلت لسعادتك في الرساله، راقبت داليا لحد ما عرفت عنوانه الجديد. هي البلد فيها ناس حقيرة ولازم تنضف منها.
ايوه ايوه مريم. افندم صرصار فين؟ صرصار عندك في الاوضه؟ طب تعالي وريني هيجي منين الصراصير عندنا. بس فين؟ انا مش شايف حاجه. انا على السرير مفيش حاجه. مريم مفيش حاجه مفيش حاجه. تصبحي على خير. عبد الحميد، عادل عبد السلام، الشهرة مودي، العمر 35 سنة، أعزب، يحمل جواز سفر رقم. إيه يا عبد الحميد؟ تحب أقول لك عبد الحميد ولا مودي؟ استنى يا إبراهيم ما تكتبش. تيجي ندردش الأول كده قبل ما نخش في الجد. إيه كمية الكوكايين اللي هو عندك دي؟ جالك إزاي ومنين؟ أنا قلت لحضرتك أنا ما أعرفش عنها أي حاجة. يعني لقوها في البيت إزاي؟ أنا مأجر الشقة دي لسه جديد. ممكن يكون اللي قبلي نسيها فيها. اللي قبلك سايب فيها كمية الكوكايين دي؟ حضرتك أنا تاتو أرتست مش تاجر مخدرات. بس الضابط بيقول إن لقوا أدوات تعاطي في فصالة الشقة. واني لاقوا في ملابسك الشخصيه تذكره كوكايين. ممكن تذكره؟ ممكن طبعا. اتفضل. حضرتك انا بشتغل تاتو ارتست. طبيعي ان انا عندي ناس بتيجي عندي الكلاينتس بتوعي كلهم بياخدوا حاجات زي كوك وحشيش بيشربوا. ده طبيعي ان انا اوفر لهم الحاجات دي عندي في المعرض بتاعي بشتغل فيه. وساعات باخد كوكايين كل فين وفين مش هنكر. الحاجة اللي لقيتها معايا بتاعتي فعلا، بس هي استعمال شخصي مش اكتر. انا ما بعملش كده على طول ومش مش ريجولر يعني، او مش على طول باخد حاجه كده. انا اليومين دول باخد كوكايين ساعات يعني عشان عندي مشاكل نفسيه خلياني اعمل كده. بس انا مش تاجر مخدرات حضرتك. يعني انا بضيع وقت معاك صح؟ انا قلت اللي عندي. انا فعلا غلطان. طب ادفي السيجاره. نعم؟ ادفي السيجاره. نتكلم بقى جد. سينيب صباح الخير. مريم عايز أكلمك في موضوع. الحاجات اللي عملتيها معايا دي انا اعتبرها ما حصلتش. ما فيش حد تاني هيعرفها. اخت ملك تبقى اختي. وملك مراتي بحبها وهفضل احبها. انت عارفه انا زمان كان نفسي يبقى عندي اخت سري يكون معاها. اشكي همومها واحكي لها على مضايقني. لما اتجوزت ملك انبسطت قوي انك موجوده واعتبرتك اختي. فرحت قوي ان عندي عيله. انت
عندكيش فكره ببقى مبسوطه قد ايه ومالك قاعده على يميني وانتي ورانا قاعدين على شمالي. مفيش احلى من كده. عن اذنك لازم اروح الشغل فندم. عايزة تمشي؟ سافري. طيب تروح الملك؟ هي كان نفسها تبقى معاه. خلاص فورا احجز لك تذكرة. استوعديني لما ارجع لك صوتك اخوك يكون اول واحد يسمع صوتك. بعد اذنك. يحبس المتهم عبد الحميد عادل عبد السلام وشهرته مودي 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعى له التجديد في الميعاد القانوني. يرسل الحرز المشتبه في كونه مادة الكوكايين المخدر للمعمل الكيميائي لمصلحة الطب الشرعي ويطلب المقدم شريف حافظ لجلسة التحقيق باكر. طب والله والله يا نديم بيه وريك على حلفان، انا كان نفسي افتخر بنسبك واتفشخر بيك، يعني مثلا تجيني بيتي تطلبها مني بيتي. ايوه بقعد باصص لك شويه كده واقلبها في دماغي وفجاه اروح قايم واخدك بالحضن واقول لك مبروك يا ابني ربنا يسعدكم. لما هعمل ايه بقى بنت اخويا؟ اعمل ايه؟ هي اللي يلا. أمرني يا فندم، طلبات حضرتك إيه؟ أنا ماليش طلبات، أنا عاوز حق ربنا. اللي هو إيه يا فندم؟ شوف سعادتك، أنا أخويا الله يرحمه كان سايب حوالي 19 ونص ولا 20 مليون جنيه. فاهم إيه؟ بعد إذنك مفيش داعي تدخلني في حاجات تخص العيلة. يا ريت تقول لي طلباتك ببساطة. ما أنا عارف سعادتك إن وقت سعادتك مش ملكك، أنا عارفها كويس قوي، بس ياريت برضو تاخدني بالراحة كده عشان أنا لازم أفهم سعادتك الموضوع من أساسه عشان تبقى على نور برضو. مالوش لزوم يا فهمي بيه، خلاص إحنا بقينا أهل، قولي طلباتك وأنا أنفذها لك. هو سعادة البشر ربنا بيقول إن العم يرث التلت والبنتين كل واحدة فيهم التلت، يعني تقريبا انا هبقى نصيبي كده حوالي يعني 6 مليون وشويه فك بس. شفت بسيطه ازاي؟ والله بسيطه. شفت ساعتين بسيطة. بسيطه جدا والله بسيطه، يعني بس هي بنت اخويا بقى اللي حبت تخالف الشرع فزورت في الورق وعشان تحرمني من حقي يعني. خلي حالك مستريح، اتفضل. اتفضل يا فندم، اتفضل. 7 مليون جنيه كويس؟ يا سلام، يا سلام عليك، والله عمر نظرتي ما خيبت فيك ابدا. ابن قصور صحيح. فهمي بيه. مريم وملك ولاد اخوك. يعني ولادك. أيوة. والبيت بيتك، تشرفني في اي وقت. ربنا يسعدك ويخليك يا شيخ. ربنا يديم معروف يا فندم، وان شاء الله من بكره الصبح على المحكمة جري هخلي المحامي يتنزل ان شاء الله. Thank you.
وانت وافقت. موافقش ليه؟ الواد ده موافقش ليه يا ابني؟ الراجل عارف ومتاكد ان مراته مزوره. اه ايوه، فخاف عليها تتفضح. بعد جابني وقال لي اللي انت عاوزه، وراح مديني اللي انا عاوزه، وقال لي يا دار ما دخلك الشر. فهم؟ ما وافقش ليه بقى؟ انت فاكر ان هو عمل كده من وراها؟ ابدا. وهي المشكله هي تعرف ولا هي ما تعرفش؟ المشكله انت ازاي توافق؟ بقول لك ايه يا ناديه؟ نعم. ماشي الواد ده من قدامي عشان ده هيعصبني وهديله بالبنيه في مناخيره على طول. يا ابني يا ابني، ويرفض ليه؟ يرفض ليه؟ ده حقنا وعدل ربنا. عدل ربنا. انتوا شايفين كده؟ ايوه. انتوا شايفين ان ده عدل ربنا؟ آه. ايوه. اي يالا يالا، ابوك دلوقتي معاه فلوس تعيشنا ملوك العمر كله، وطز بقى في الباقي احنا مالنا. طز في الباقي؟ طب ومريم يا بابا؟ مريم بنت اخوك اللي انت خايف عليها وعايز تجيب لها حقها من اختها المفتريه. احنا مالنا بيها؟ تتطلق ما تتطلقش، تتهبب ما تتهببش، مريم خلاص شيلها من دماغك خالص. خلاص مريم خلاص. الا اذا احنا اذا جات لك لحد عندك وبكت وقالت لك طارق ارجوك يا طارق اتجوزني، في الحاله دي بس هقول لك طارق يا ابني اتكل على الله واتجوزها. ليه؟ لانها برضو مهما كان بنت عمك لحمك ودمك. واللي يهمني انا بقى في الموضوع فوق ده كله، يعني انها ساعتها هتطلب القرشين اللي هي شايلاهم مع اختها، ويبقى زياده الخير خرين. طارق يا ابني استنى، رايح فين؟ سيبك منه سيبك منه. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. ازيك؟ ايه الاخبار؟ اتفضل. طبعا انا اسف جدا ان انا جيت لك من غير معاد. يا راجل اتفضل اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا، ده بيتك. اهلا بيك يا فندم. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله كويس. انا شفت الوالد النهارده. حقيقي؟ هايل. الحقيقه انا جاي عشان اقول لحضرتك ان انا جات لي مسج من ساعه مريم بتقول لي فيها انها سافرت. هي لسه هتسافر؟ لا يا فندم، سافرت. لا انا لسه كنت بحجز لها النهارده. استاذ نديم، مريم في بيروت. فندم على فكره هي بعت لحضرتك مسج على موبايلك بتقول لك فيها انها هتسافر. لا انا ما عنديش مسج جات لها. ما هو واضح جدا ان حضرتك ما شفتهاش، عشان كده هي طلبت مني ان اجي وابلغ حضرتك. في مسج فعلا. حضرتك عندك فكرة هي بتعمل ايه في بيروت؟ كل اللي انا اعرفه ان هي سافرت ومش راجعة مصر تاني. خلاص قررت انها تعيش على طول في بيروت مع خالتها. شو قلت لك بيتزا اسرع؟ بيتزا ايه يا عم انت؟ مطالب سوشي كده كده الشغل هيك على طول. تمام، امسك 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 الحتة دي لحد ما السوشي يجي. ما باكلش بيتزا يا عم، ما باكلش. وبعدين دي مارجريتا وبلاش. انت حر. او السوشي بس. او السوشي بس. بقول لك ايه؟ 800 محلويه قبل من دول كده ليه؟ ما تجيب 300 جنيه. ما انت جيبك مليان فلوس قد كده، وبعدين انت مش لسه بايع الذهب اللي انت علقته من الولايه اياها؟ ده احنا جبنا نق. ده انا كنت اخد منك 300 جنيه تمن الاكل، ما انت ممكن بديك فلوس قد كده. مين فينا اللي بينق دلوقتي؟ يا شيخه. خش يا ابني، انت هو شوفوا ليه جوه؟ لا يروحوا فين؟ يروحوا فين يا فندم؟ واضح يا فندم حضرتك انك فاهم الموضوع غلط. يعني انا خالد الليسي يا فندم، لا ليا في السياسه ولا ليا في الدين. يعني ليا في اي حاجه شمالك، الحاجات دي ماليش فيها. تمام. يعني يا فندم دي ازاز خمره. تقدر تلاقي حشيش. الواد ده مثلا كان بيشم بس من شويه بودره. لا ما تخرب بيتي. ايه ما بس الباشا حبيبي، انا الباشا اللي باجي عند حضرتك يعني اعمل محاضره وتنزل عنها، فاكرني اكيد يا باشا. فين الدهب يا ابني؟ لا دهب ايه؟ دهب ايه يا فندم؟ دهب المسروق يا حبيبي اللي انت عمال تبيع فيه ومتبلغ عنه. لا والله العظيم يا فندم انا ما اعرف حاجه. دهب ايه؟ لا ما اعرفش حاجه من حضرتك بتقوله ده يا فندم. هتعرف كل حاجه في النيابه يا حبيبي، هتعرف كل حاجه في النيابه. النيابه نيابه ايه؟ واضح ان في سوء تفاهم يا فندم حضرتك. ايه الحاجات دي يا باشا؟ مرين ده بالله مش هتبقى قضيه دهب بس. والله يا باشا الحاجه دي حرزوا له كل حاجه تلاقوها. لا يلا كل حاجه يا فندم، الحاجه دي مش بتاعتي اصلا. تعالوا خدوه. لا يا اخي يا فندم حضرتك فاهم الموضوع غلط.
حاجه والنبي انا جعانه ما اكلتش من الصبح. هات اي حاجه والنبي انا جعانه ما اكلتش من الصبح. هات اي حاجه. طب هات سيجاره حتى يا موز يا قمر. طب اجي معاك. اجي معاك انت قمر قوي كده برضه. طب متشكرين لك قوي. اتفضل يا فندم. البلد محتاجة مشاريع كتيرة زي دي. ده واجبنا يا فندم، وعايز أقول لسيادتك كمان إن أنا بعمل مركز طبي عالمي جوه المدينة. هيشرفني جدا إنك تفتتح. أكيد طبعا. أكيد. بس يا فندم على حضرتك. العفو. العفو جدا. اتفضل. مع السلامة. الله يسلمك. لو سمحت يا باشمهندس ممكن نعرف مدام رشا محجوب مختفية فين؟ امشي يا ابني امشي. ما اشوفش وشك في الشركة. تاخدي اجازة طويلة تسافري برا مصر. والله العظيم لو مش شايل لي خدماتك معايا انا كنت عملت حاجة تانية. ما اشوفهاش في الشركة يا جماعة. مش عليك الدنيا معكوك على الاخر. قضية السلاح بدون ترخيص والدم اللي بتبلغ عنه وشويه بلاوي تانية كتيره قوي. انا معلش تطبخ يعني سنه مع الايقاف غرامه حاجه من الحاجات دي. وانا برضو اللي هعرفك بقى شغلك. انا مش عايز اقول لك ان لقيوا فيديو عندك على الموبايل وانت بتقتل. بس ما تسكب بقى فيديو وتبقى مش هم. والله العظيم من مش بقول لك معكوكه يا عم. معكوكه ايه؟ بقول لك مش انا ده واحد شبهي. والله العظيم شبهك ازاي؟ دول خدوا الفيديو ودوه الفحص الفني. بس يا سلام اللي لو طلع الراجل اللي اتقتل ده مات بنفس عيار طلقات الرشاش اللي بان في الفيديو. طب بس وانا جايبك معايا ولا معاه؟ بس والله انا كان نفسي ابقى معاك يا ليسي بس غصب عني. غصب عنك ايه بس؟ ولا مش هينفع؟ ليه مش هينفع؟ هينفع. عارف الوليه اللي اسمها ملك الجرح؟ احنا نجيب اسمها في التحقيق وبكده الموضوع هيطرمخ عشان خاطر نديم فخري. ايه وده ينفع كده يا ليسي؟ ينفع. ما ينفعش ليه؟ ده مش بعيد نديم فخري هو اللي يجي يطلعني. انا اشهد عليها جوه وهو يجي يطلعني. هاي عبد الحميد، رجعت نفسك وناوي تتكلم ولا لسه عند موقفك؟ على العموم تحريات المباحث جات لنا واحسن لك تتكلم. انا قلت لحضرتك كل حاجه. انا ما اعرفش حاجه عن المخدرات اللي كانت في الشقه دي. اكيد حد حطها لي. يا راجل انسى بقى موضوع الكوكايين ده وركز معايا. ده انت طلعت دولي مش الانتربول طلبك. هربان من قضيه في امريكا ومختفي هنا وما بتظهرش خالص وما معكش تليفون محمول والبودي جارد اللي بره هو همزه الوصل بينك وبين زباينك وقال عامل نفسك بتاع تاتو وانت بتبيع لهم كوكايين. انا كل ده؟ ايوه انت كل ده. وحد من زباينك اتمسك واعترف ومش بس بالتاجر ده انت بتجلب مخدرات من بره ودي لوحدها فيها اعدام. لا انا مش بعمل كل اللي حياتك بتقوله ده. مش انا خالص. مش انا. امال مين؟ دين الامان ولا اقول لحضرتك؟ معقوله وفي امان اكتر من نيابه؟ انا فعلا كان علي قضيه في امريكا وهربت بس القضيه دي ظلم. اللي هربتني من امريكا تبقى بنت مرات الراجل اللي انا كنت بشتغل عنده. مين هي دي بقى؟ ملك الجرح. هي اللي قالت لك تقتل؟ ايوه يا فندم هي اللي قالت لي اقتل. والموضوع له علاقه برجل اعمال مهم اللي هي متجوزاه. اللي هو مين؟ نديم فخري. انت عندك دليل على كلامك دوت ولا بتقول اي اسامي عشان تعمل بلبله وتضيع وقت؟ لا يا فندم ده حضرتك انا اللي اعترفت لك ان انا اللي قاتل بس مش لوحدي. ملك الجرح هي اللي وزتني على كل حاجه. وبعدين حضرتك عايز نص الحقيقه ولا الحقيقه كلها؟
مش معقول مش معقول. أهلاً 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 أهلاً. إيه رأيك في المفاجأة دي؟ دي أحلى مفاجأة في الدنيا. وحشتيني وحشتيني. وانت وحشتيني من متحب. ليه ما قلتليش هاجي أخدك من المطار؟ قلت أجيلك على غفلة أشوف بتعمل إيه من ورايا. أعمل إيه يعني؟ قاعد بفكر فيكي. وإيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ بغيب بغيب طبعاً. أهلاً يا روح أهلاً يا روح. وحشتيني وحشتي بابا. شوفي انا عاملاها مفاجأة. ايه بقى؟ انا خفيت يا روح قلبي. مبروك بجد يا نديل. الحمد لله كل التحاليل طلعت نيجاتيف. حبيبي خف بعد رحلة عذاب. يعني الكيموثيرابي اللي كان هنا عمل مفعول. كل الدكاترة قالوا كده. يا روح قلبي مبروك يا روحي مبروك يا روحي. ده انتوا جايبين اخبار حلوة بشاك. لازم نحتفل بقى لازم نحتفل. طبعا لازم نحتفل. دي رنا. تعالي يا حبيبتي اكيد اوضتك وحشاكي قوي فوق صح؟ تبقى لو سبقيني على فوق انا هحصلك. اوكي. ملوكة رنا خفت بجد؟ والله خفت. الدكتور قال لي انه نسبة شفاها 90%. بعد رحلة العذاب دي الحمد لله. الحمد لله. انا اتخضيت لما قلت لها اطلعي اوضتك. ما انا ما كنتش عايزه اقول لك قدامها ان انا كلمت باباها وبلغته. طب كويس. وكمان هو طلب انها تقعد عنده كام يوم. بس انا ما حبيتش اقول له او لا الا ما اسالك الاول. امال يا روحي تروح طبعا بابا. اصل انا ما بحبش اخد قرار في حياتي او في حياه بنتي من غير ما ارجع لك. انا بجد بحبك. وانا بموت فيك. الحلاوة دي. أنا كنت وحشك للدرجة دي. جدا كنت وحشني جدا. أنا بحبك أوي يا نادي. مجنونة بيك. بشوف أكيد مريم. طمنيني عليها. بتقول ايه؟ حاجة غريبة. عايزة انا ابعت لها فلوس على بيروت. مو ماله؟ ابعت لها. انت عارفة نعمل ايه كمان؟ خلاص اللي ورانا ونطلع بيروت نعمل شهر عسل جديد. ايه ده بجد؟ ورانا ايه؟ تاني؟ ونرجع بيها واحنا راجعين. بس انا معرفش هي عملت كده ليه. انا كمان فوجئت. مجنونة أختي وأنا أكتر واحدة عارفاها. بس طيب بتحبك. قصدي يعني قالت لي إنها بتحبك زي أخوها عشان كده حكت لك على موضوع الليسي اللي أنا كنت مخبيها عليك. بقول لك يا روح ما تبيش تخبي عليا حاجة تانية. هو أنت اديتني فرصة حبيبي. أنت خطفتني خطف. وبعدين ما انت كمان تلاقيك عندك حاجات كتير انا ما اعرفهاش. يعني اكيد مخبى عليا حاجه. هقولها لك كلها. هحكي لك واسمعك. بس بعدين دلوقتي لا وقت للكلام. الله يسلمك. المفاجأة التحفة دي مش كده؟ وإيه ده إيه ده إيه ده؟ إيه الحلاوة دي؟ شفتي؟ إيه التغيير الجامد ده؟ نورتي مكتبك. ميرسي يا نوع. احكي لي أخبار مستر نديم إيه وإنتي بعد الجواز؟ لا أنا مبسوطة قوي. طب الحمد لله. مالك؟ في حاجة؟ لا خالص. بس المكتب وحشني قوي والشركة وانتو. طيب طمنيني انت
طمنتي على رنا؟ الحمد لله انها قاعدين بنحاول. طيب انا ثواني بالظبط ونسكافيه يبقى عندك. لا 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 مش عايزه حاجه، عايزه اقعد شويه لوحدي لو سمحتي، ما حدش يدخل عليا الا لما اندهلكوا. حاضر. كيكي انا بقالي 8 ساعات بسمعك، وانا قلت لحضرتك كل اللي حصل. اظن يا فندم مفيش متهم اسهل مني. يعني انت مش معترف بسرقه الذهب اللي انت بتقول ان الست ادتهم لك بمزاجها، ومعترف انك قتلت؟ ايوه يا فندم، لكن مش لوحدي زي ما قلت لحضرتك. ملك الجرح هي اللي وزتني اعمل كل ده. هاتها واسالها يا فندم، ويا ريت تجيب جوزها نديم فخر كمان وتساله. ممكن سيجاره يا فندم؟ لا. طيب اكتب يا ابني، تسلخ نسخة من التحقيقات وترفق من مذكرتنا وتعرض على معالي المستشار المحامي العام للتفضل سيادته بالنظر والتصرف بشأن ما أثير عن واقعة القتل المشار إليها في اعترافات المتهم. معلش يا فندم، ده معناه إيه يعني؟ يعني إحنا هنكمل مع بعض قضية سرقة الذهب والسلاح اللي بدون ترخيص، إنما قضية القتل دي احتمال ترجع للنيابة تاني اللي كانت بتحقق فيها. ملك، في واحدة ست بره كده شكلها مريب وغريب وبتقول انها عايزة تقابلك وتعرفك. لا انا مش عايزة اقابل حد. شوفي هي مين وعايزة ايه وتعالي قولي. طب انا عملت كده على فكرة، وهي برضو مصممة وعايزة تدخل. شوفي لها سكة يا نوع. طيب حاضر. اوكي. جرى ايه يا مدام؟ يا اختي دوختيني عقبال ما عرفت مكانك. ايه ده ايه ده؟ انت مين؟ ايه ده انا مين؟ هو انت مش فاكراني ولا ايه؟ لا ارجعي بالذاكره لورا كده تلاقيني قاعده على جنب. فكري. بصي روحي انت يا نهى، ابعت لك رامي. امشي روحي بقى. نعم. الله ينعم عليكي. بصي بقى يا حبيبتي، انا جاي اخد بقيه حق اللي اتفقت مع وليد الله يرحمه عليه. وليد مين؟ وليد مين؟ انت هتستعبطي ولا ايه؟ وليد ده يا حبيبتي اللي اتفق معايا وقال لي ان انا اروح اضربك علقه موت بس بحنيه قدام شركه نديم باشا، وبعد ما اخلص اطلع على بيته واروح اقول له ان المدام بتاعته مدام رشا هي اللي وزاني عليكي. هو وليد بقى هو اللي قالك انه متفق معايا؟ ايوه يا حبيبتي، وبأمارة كمان ان انا سمعت اخر مكالمة كانت بينك وبينه، حتى بالأمارة قلتي له انا نص ساعة واكون هناك، هقول للسواق يمشي وابعت لي الناس عشان تضربني. افتكرت يا حلوة؟ اتفضلوا. شكرا. كان قلبي حاسس ان القضيه دي مش هتفضل ضد مجهول. عايزك بقى تعيد لي كل اللي قلته لاحمد بيه فتحي قبل القضيه دي مستخرج من الحفظ. شوف يا فندم، باختصار يعني. لا انا مش عايز باختصار، انا عايزك تحكي لي القصه بالكامل قبل ما نفتح محضر ونخش في سين وجيم. تحت امرك يا فندم، هحكي لحضرتك. مساء الخير يا انسه نهى. مساء الخير يا استاذ البشاير. بفضلك كنت عايزك في كلمتين على انفراد. نعم. ايه ده مش فاهم؟ يا ريت نتكلم لوحدينا. طب من غير ما تقول حضرتك. طيب انا ادم فيها انفراد بقى، استاذن انا اسيبكم بقى. والله كلك ذوق. اطلب لك حاجه؟ طيب تشرب حاجه. يا ريت. انا عايز قهوه ساده واطلب لها ليمون علشان يروق دمها علشان هيتحرق كمان شويه. طب ما نخليهم 2 ليمون. والله كلك ذوق. الله يخليك. انت هتهزر؟ حبيبة قلبي والله. يلا استأذنك. شوف نشرب شربات فرحك. ربنا يبارك لك. الله يخليك. ايه بقى؟ احنا خسرنا القضية. نعم. القضية اللي كان رافعها فهمي على ملك.
عرفت هتعملي ايه يا انسه نوها؟ الحقيقه انا مش عارفه حضرتك ليه اللي عايزني انا اللي بلغها. ما هو انا لو بلغتها انا هتتعصب عليا ومش هتسمع بقيه كلامي. اللي هو ان لسه في استئناف وان الحكم ده مش اخر الدنيا، بس ان شاء الله نلحق نعمل الاستئناف بسرعه قبل ما عمها ياخد صوره الحكم دي ويرفع بيها قضيه التزوير. طب انا ممكن اكلمها لك وحضرتك اللي تقولها الكلام ده؟ يا انسه نوها افهمي، انا قصدي يعني وانت قاعده معاها كده في ساعه روقان ممكن تسرسبي لها المعلومه تقولي لها الخبر من غير ما تحس يعني. ويا سلام بقى، يا سلام كمان لو اقنعتيها بالحل الودي. حكيم انا عز الحلول الوديه جدا. وبعدين بعد ما رحت لها المكتب وهددتها نزلت من عندها ورحت القسم عملت محضر لاختها انها كانت عايزه تقتل. يوميها بالليل فوجئت ان ملك جاي للبيت. ايه مش هتقولي اتفضلي؟ واضح يعني انك عرفت انك غلطانه ورجعت نفسك وعرفت انك مش هتقدري تسدي معايا. لا من ناحيه اسد فانا اقدر اسد قدام 10 زيك، بس ليه نخسر بعض طالما قادرين نكسب من بعض؟ نكسب من بعض ازاي يعني؟ تشتري الخمسة مليون بتوعك بخمسة مليون تانيين. بعشرة مليون؟ لا فاهمين. فاهمك. قعدت تكلمني عن مستقبلي وانها ممكن تأمنهولي لو حطينا ايدينا في ايدين بعض، وان الحياة صعبة وما ينفعش اعيش فيها الا الاول. غسلت لي دماغي يعني وكتبت لي شيك بمبلغ محترم. طبعا يا فندم انا ما خدتش بالي ان التاريخ اللي مكتوب في الشيك عمره ما هيجي، لانه كان مكتوب 31 فبراير. ضحكت عليا يعني يا فندم ونومتني تنويم مغناطيسي، وبقت بتعاملني زي ما تقول كده على ان اهبل، اي حاجه تقولها لي اعملها يعني، على امل انها تدينا ال 10 مليون جنيه اللي وعدتني بيها. وقفت بعربيتي قدام بيت وليد، كان المفروض انها هتكلمه عشان ينزل لها، وأول ما ينزل أقتله. أيوة يا وليد انزل لي أنا تحت مستنياك. بعدها بيوم رحت لها الشركة. ليسي ازيك؟ ويلكم. ايه ده انت هتصاحبني ولا ايه يا ابني انت؟ ايه ليسي دي؟ انا اصحابي بس والقريبين هم اللي يقولوا لي يا ليسي، ده غير انت تقول لي يا خالد، استاذ خالد. حاسين هبل ولا ايه؟ حاسس بيبقى. هاي ازيك؟ اهلا. اظن المرة دي بقى انها موجودة وفي بيني وبينها ميعاد. تمام. طب ثواني بس قبل ما تشرب قهوتك اشوفها خلاص التليفون ولا لا. هو المقابله اللي بيني وبينها اكيد اهم من المكالمه اللي هي بتتكلمها. روحي هاتي القهوه وتعالي ورا. طيب ماشي اتفضل. لا تعالي 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 خدي الشنطه دي، خدي بس الشنطه دي تروحي بيها لمدير الحسابات. ها قولي له الاستاذ خالد الليسي او خالد بيه الليسي جوه، خليه يحط فيها الفلوس، وبعدين فهميني هعدي وراه بقوا بقى ينقص 100 ينقص 200، حركات الزباله دي مش عليا. ها يلا. أنا مش فاهمة حاجة.
لازم تفهمي، كلها ربع ساعه تفهمي، بس بسرعه لان مبلغ زي ده انا ما اقدرش احطه في البيت، يلا عشان حل البنك. يلا يلا ملوكه. اه ادي اللي عملت اللي عليا اهو، اداني لعيب وازح. برافو. اه بقول لك ايه، انا اديت الشنطه لاسماعيل اللي شغاله معاكي بره دي تديها لمدير الحسابات. ايه ده جيسيكا باركر غيرت لون شعرها. ها مين جيسيكا؟ شنطه ايه؟ شنطه ايه زي الشنطه؟ لا بقول لك ايه، انا قايل لك انا لا بحب الشيكات ولا التحويلات. اه انا اديتها الشنطه عشان مدير حسابات يحط لي فيها 10 ارانب، يعني عمال مشرب قهوه عشان الحق البنك. اه الفلوس اللي انت هتدفعه مش كده؟ ادفعهم ازاي؟ ادفعهم لا ادفعهم ايه؟ انت اللي هتدفع. هو مين يدفع لمين؟ انت تدفع لنا. ادفع لك انت؟ قولي كده بقى، انا الموضوع برضو يعني فكرتي فيه. ايش واضح ان مريم يعني حكيت لك قد ايه كانت بتتبسط معايا وكده، عايزه تجربي الموضوع. ايش ما عنديش مانع، بس انا المواضيع دي ما بدفعش فيها فلوس. ها انا اصلا باخد في المواضيع دي فلوس، بس عشان كده يعني ممكن اديكي 5 بواكي، وعشان انت مالك هانم الجرحي ممكن اديك 10 بواكي يعني، ونخلص الموضوع وتبقى البنت واختها. طب اخلص اخلص حيوان. ليه الشتيمه دي؟ انا مش فاهم هو انت في ايه من اول ما انت دماغك موديكي فيه؟ وديني تليفونك. ماله ماله تليفوني؟ فين؟ في جيبي. بص كده على الواتساب اللي انا بعتهولك. ايه بعتلي على الواتساب يعني؟ فيديو كده هتشوفه. ماما صعب انا دماغي دي، انا كنت شاكك والله، كنت شاكك من زمان في الموضوع ده. انت بعتلي فيديو على الواتساب؟ انا ما كنت بفكر في كده. انت بس بقول لك ايه؟ هنتفرج ازاي هنا على الاثنين على حاجات زي دي؟ وبعدين يدخلوا علينا من بره يقول لك خلي بين ليسي ومالك انا متجرح بفرجوا على فيديوهات ابيعها سوا. انت اتفرج عليه لوحدك، انا حافظاه. اه اتفرجت على فيديو كتير، عايز تديني خبره. بص على الفيديو اشوف انا بقى، بس انا عندي خبره في مواضيع دي كتير، اتفرج ليه؟ خبره زياده يعني، اشوف حاجات جديده. ايش انا كجرح الفيديو، اتفرج بقى اتفرج بقى على الفيديو. ايه رايك بقى؟ رأي في ايه؟ في نفسك وانت بتقتل يا موز. انت كنت بتصوريني؟ اصلا ما هنش عليها لحظة زي دي تعدي وما صورهاش. تحب بقى ننزلها على يوتيوب ولا نقطعها ترانشات وننزلها على انستجرام؟ ولا اقول لك بلاش حرام، ما هنش عليها برضو ان اضيع مستقبلك. على فكرة أنا محتفظة بالفيديو ده، ولو عايز ممكن أديهولك، بس كله بتمن. مش قلتلك هتدفع؟ إيه؟ هتفضل مزبهل كده كتير؟ يلا يا بابا يلا يا حبيبي، وبقى خد الباب وأنت ماشي، ووشك ده ما شوفوش تاني. عارف لو فتحت بقك ولا اتكلمت ولا شفت المنظر ده تاني، الفيديو ده هيروح للنيابة. يعني وش كده اعدام. ما عرفتش ليه خليتك تقتل وليد؟ بصراحه لا يا فندم. وانت ما سالتهاش؟ لا انا في الوقت ده كان كل المهم بالنسبه لي ان انا اخد الفلوس، فما سالتهاش. جلال عايز ايه يا جلال ده؟ ما هو اصل في خبر مش ولا بد كالعاده شبهه يعني، وصدرني انا عشان اجي اقوله لك. في ايه يا نهى ما تتكلمي؟ خبر ايه ده اللي مش ولا بد؟ عمك. عمو فهمي؟ ماله ده؟ كسب القضيه، واستاذ البشاير ده بيقول ان الموضوع مش هيتحل غير ودي ما بينك وما بينه. يعني انا طلعت فعلا مزوره امده ابويا؟ مش مهم، بعدين هبقى الاقي حل للموضوع ده. ما هو اصل في حاجه تانية بس بخصوص نديم. نديم؟ ايه؟ نديم قعد مع عمك وانت مسافره،
المفروض انه كان يعني صلح المشكله دي. مش فاهمه حاجه، مشكله ايه؟ نديم دفع لعمك كل الفلوس اللي كان عايزها منك يا ملك، ومقابل ده انه يسيب القضيه، اما هو ما سابهاش. ده امر ضبط واحضار لملك لطفي الجرح، عايزك تكون قصادي بكره الصبح هنا. امرك فندم. حلوا مشاكلكم بعيد عني، مش كل حاجه تقولولي. ماله رامي؟ ايه اتقبض عليه ليه؟ بيشم؟ طيب ابعتي له جلال يشوف المصيبه دي. باي. المشاكل دي انا مش مصدقه. احنا قلنا ايه؟ مش قلنا لما تيجي المشاكل الصغيره نفتكر ايه؟ ايه شي ها علي عوض. مين علي عوض ده؟ اه حبيبي انا مش مركزه من كتر التعب، وبعدين كفايه المشاكل اللي عاملها لي عم دي. لما هو جالك ما قلتليش ليه؟ ما فيهاش حاجة يا حبيبتي، أنا عايز أحللك المشكلة. لا فيها. فيها إنك ما رضيتش تلمحلي إن هو نصب وقبل منك فلوس. ما كنتش عايز تحرجني. ملك، ما بتسأليش ليه على رنا؟ مين اللي قال؟ ده أنا لسه قافلة معاه. قافلة معاه؟ ده انت ما تستحمليش تعيشي من غيره. طب ويا يا حبيبي عند حد غريب، مش ده بيت باباها؟ كمان بقيتي بتحب السيجار من امتى؟ مش بيروت. انت بتتكلمي؟ اه انا بتكلم. عارفه من امتى؟ من ساعة ما شفتك معاها وانتوا بتتجوزوا. الذي يقول لك المصلحات، وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى:
اللي تعيط. وفجأة سمعت صوتي. لأني ما همش حد خبيت صوتي وما قلتش لحد ان انا بتكلم. مين هيفرح لي؟ ولا حد. فين ملك؟ فين ملك؟ قتلتها. قتلتي اختك؟ واحدة نصابة ومجرمة صيعوا فيها العبر، بس انت ما تعرفش. قتلتيها ازاي؟ رندي عليها. انا فعلا سافرت بيروت، كلمت طارق يجي لك وقولك ان انا سافرت، بس انا في الحقيقة رحت لها فرنسا واتفاجئت بيها هناك واستغلت وجود رنا في المستشفى. بعت لها مسج قلت لها مخنوقة عايزة اتكلم. فكرت مركب في السن واتخانق، زقتني، زقتها، وقعت في المية وأنا عارفة إنه ملهاش في نوم. قعدت تستنجد بيا وتقولي الحقيني، بس هي ما تستاهلش. سبتها وقعدت أتفرج عليها لغاية ما غرقت ورجعت الأوتيل. حاجتها قصيت شعري زيها وعملت كل حاجة هي بتعملها، حتى التاتو عملته برفان بتاعها كل حاجة، ورحت رنا المستشفى. مشكتش لحظة ان انا امها. ريحتي كانت ريحة امها، هدومي، طريقة كلامي، كل حاجة كانت هي. وخدت باسبور ملك ورجعت هنا، ورجعت علشانك. انا بحبك يا نديم. بحبك ايه؟ انا عشقتك. عارف يعني ايه عشقتك؟ يعني انا ما اقدرش اعيش من غيرك. من غيرك ممكن أموت. قتلتي حبيبتي عشان بتحبيني؟ ما تقولش حبيبتك، أنا حبيبتك. هي مش حبيبتك، عمرها ما حبيتك، دي كذابة. قتلتي أختك عشان بتحبيني؟ أنت مش أختي، إحنا أخوات في الشبه بس. تركتي بجريمة قتل عشان بتحبيني؟ كل الناس كانت بتحبها أكتر مني طول عمرنا، من احنا وصغيرين. ملك، يا ريتك زي ملك، يا ريتك ربعها حتى، انما انت مستهتره فاشله. انا مش عارف اقول للناس ايه، اقدمك ليهم اقول لهم ايه؟ اقول لهم بنتي الفاشله حضرت حتى الثانويه العامه خدتيها ب50% ودخلتك 100 كليه، كل ما تخش كليه تسقطي 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 لحد ما يرفدوكي، وفي الاخر جايبه لي ولد تافه صايع فاشل زيك تقولي لي عايز يتجوزني؟ لو سمحت يا بابا ممكن تسمعني؟ انا مش عايز اسمعك تاني نهائي. ما
بس انا من حقي ادافع عن وجهه نظري. وجهه نظر ايه؟ انت فاكراني ما سالتش عنه؟ بقول لك تافه فاشل زيك. فضلا انا عايزه اطلق من حازم. لا فكرتي كويس قبل ما تاخدي قرار زي ده؟ اكيد. على اي حال انا واثق فيكي جدا في طريقه تفكيرك وفعالك، وتأكد ان اي قرار هتاخديه هيبقى صح بنسبه 100%. لكن بس انا ليا طلب واحد. ايه هو؟ فكري كويس في مصير بنتك، لان مش عايزها تتربى بعيد عن بيت ابوها زي ما انت تربيتي بعيد عني. لا طبعا اطمن من الموضوع ده، انا هتفق مع حازم على طريقه حضاريه في الانفصال. اوكي، يا ريت ما تكونيش قلتي له اي حاجه عن اختك المستهتره دي. قصدك عن الولد اللي عايز يتجوزها ده؟ ايوه، ولد فاشل صايع شمام، ابوه طرده ببيته وتقولي هتجوزه يعني هتجوزه. تاكد حملت زيك يعني حازم مهما اختلفنا معاه، لكن في النهايه استاذ جامعه، راجل محترم. راجل محترم، بس انا مش مبسوطه معاه. دي حياتك وانت حره فيها، وانا واثق فيكي وفي اختياراتك. انت مش زي اختك الفاشل دي. هي الاحسن وهي الاشطر وهي الانجح. لامتى؟ لامتى؟ حتى لما كبرنا كل ده ما تغيرش. انا الخرسه وهي الشاطره، انا الفاشله وهي الناجحه. انا بحبك وهي ما حبتكش. فاهم يعني ايه ما حبتكش؟ كذبت عليك هي ورا كل اللي حصل لك مع رشا. دخلت مكتبه وفتحت الدرج ولقيت موبايلات كتير وفتحتها وشفت صور مراتك مبعوت على رقم تليفونك، وبعديها مسج قلت لك عايز تشوف مراتك في السرير مع واحد، روح على العنوان ده. رسائلها مع وليد كل مخططاته، صور الليسي وهو بيقتل وليد. عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ ارجع لك عشان تصدقني نديم. انا بحبك، انا ممكن اموت من غيرك. انت الانسان الوحيد اللي حبيته في حياتي. كان نفسك في ولد أو بنت يعودوك على لوجي الله يرحمها. جاوب، أنا حامل، أنا حامل حبيبي، أنا حامل في ابننا. افرح، انتي محرمة علي، انتي اخت مراتي. انتي مش طبيعية، انتي مجنونة. مش كده، انا مش محرمة عليك، انا حبيبتك الحقيقية. ابننا واحنا الثلاثه هنعيش هنا في البيت ده، وانا نفسي في السعاده دي يا نديم، ما تحرمنيش منها. ارجوك انسى اللي حصل. ده منزل السيدة مالك الجرحي؟ خير يا فندم، مطلوب القبض عليها.
ايه في اللي قلتولك؟ مش عارفة. يعني ايه مش عارفة؟ أصل ايه؟ اتكلمي يا ملك. انا مش ملك. امال انت مين؟ انا مريم اختها التوأم. ثابت في محضر جامع الاستدلالات انك لما سألتي اقريت انك ملك، ودلوقتي لما فتحنا التحقيق قلت انك ملك. بس في الحقيقة انا مريم مش ملك. طب ليه قلت انك ملك؟ طب بلاش كده، فين ملك؟ مسافرة. مسافرة فين؟ معرفش. ملك انت مقبوض عليكي في بيت الزوجية وفي وجود زوجك نديم فخري اللي شاهد بانك ملك، فبلاش امور اللف والدوران دي لان مش هتفيدك بحاجة. الله العظيم انا مريم ولا لي دعوة بالمخدرات ولا لدي ولا قتلت حد ولا اعرف حاجة عن التهم دي. انا مريم. هاي خالد، هي مريم فعلا ولا ملك؟ ملك مين؟ دي مريم يا فندم، انا كنت متجوزها وانا توه عنها. هي يا فندم ملك جرحي اللي هربتني من امريكا. انا ما اعرفكش ولا عمري شفتك. هو يمكن اكيد بيتكلم عن ملك مش عني. ما اعرفوش. انا متاكد ان هي يا فندم، هي دي ملك الجرح. ملك الجرح. حامل ولا لا؟ كنت فاكره نفسي حامل. بس اوعدك لما نخرج من هنا هنجيب لك بنت زي لوشي. ولا انت بتحب الولاد؟ خلاص هجيب لك ولد زي القمر شبهك. انت هتطلع من هنا على حبل المشنقة. ملك هي اللي قتلت مش انا. مين اللي قال كل ده؟ ممكن يبقى تلفيق، انما انت اعترفتي لي انك قتلتيها تبقي مجرمه وتستاهلي الاعدام. انا ما قتلتهاش، هي اللي غرقت. انا مش ذنبي ان هي ما بتعرفش تعوم. وبعدين انا عارفه ملك كويس، وعارفه كويس قوي هي بتفكر ازاي. دي كان ممكن بعد الشر يعني لك. صدقني يا نديم احنا خلصنا منها. مين اللي قال لك اني كنت عايز اخلص منها؟ ومين اللي صور لك اني كان ممكن احبك في يوم من الايام؟ ليه ما تحبنيش؟ هو انا اقل منها في ايه؟ ولا يعني كان لازم امثل عليك زيها عشان تحبني؟ هي بس شاطره شويه، عرفت تضحك عليك عشان تتجوزها وتحبها. لعبتها صح يعني. طول عمرها بتحكم عقلها في كل حاجة. لكن أنا كل اللي حلت شوية إحساس. هو قلب ده اللي كل الناس بتكسره وتزعلي. كلامك مش هيهزني ويخليني أقول لهم إنك مريم مش ملك. هتطلعي من هنا على حبل المشنقة ومحدش هيصدق كلمة من اللي بتقوليها. من أي صدق؟
هيعملوا لي تحاليل. لما يعملوا الدي ان ايه هيكتشفوا انه متطابق لانكم توأم. يبقى ما فاضلش غير البصمات. انا محيت كل بصمات ملك من على اي ورقه رسميه. يفضل بصمتك انت. ليه يا نديم ليه؟ ليه بتعمل معايا كل ده وانا اللي بحبك؟ عشان قتلتيها من غير وجه حق. قتلت الانسانه الوحيده اللي حبيتها في حياتي.